خلينا نبقى متفقين ان المعدات ليها دور اساسي جدا جدا في المجال بتاعنا. بمعنى ايه؟ زي ما حضرتك شايف، اول حاجة في حلقة النهاردة احنا هنتكلم عن المعدات اللي هنستخدمها او المعدات اللي المفروض مش هينفع نستغني عنها في المجال بتاعنا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، بداية من المفك الى اخره، كل حاجة هنتكلم عنها بالتفصيل واحدة واحدة، زي الهوت واستخداماته، زي قشرة السلك واستخداماتها، مكوة اللحام وشغلها والافضل من بينهم علشان في مكوات هتقابلك متعبة وهتقرفك، نوع الأزدير المفروض تشتغل بيه، عازل الألمونيوم، الفلكس والأزدير السائل، أنواع الفلكس، الملزمة، الميكروسكوب، أنواع أجهزة الفحص أو الأفوميتر، كل الأنواع، بنسة الأمبير واستخداماتها، جميع أجهزة القياس زي ما حضرتك شايف كده، تمام، تستر الليدات، باور السبلاي. ياريت نركز مع بعض واحدة واحدة علشان كل اللي مش عارف حاجة من خلال حلقة النهاردة يعرفها. وزي ما احنا متعودين هنتكلم عن الأجهزة دي، مميزاتها وعيوبها وأسعارها وكيفية الحصول عليها، ويا ترى هتفيدك في ايه، وخصوصا لما تكون في المجال لسه جديد او مبتدئ وعاوز تبدأ بايه. وعلشان ما نطولش مع بعض، يلا بينا ندخل في شرح الفيديو على طول. بس احب افكرك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، ده انا مني كل الفيديوهات الجديدة، يا ريت علشان احس ان تعبي ده ما بيروحش على الفاضي. يلا بينا نبدأ الفيديو. حاجة جهاز الهوت اير. مبدئيا الجهاز ده هتلاقي فيه منه انواع كتير، تمام، ولكن النتيجة بتكون واحدة في الاستخدام. يعني ايه؟ يعني هتلاقي فيه ديجيتال، هتلاقي فيه منه العادي زي كده، ايا كان، لان هو مسؤول على ان هو بيشغل مصدرين، مصدر عبارة عن مكوة لحام، تمام، مكوة لحام تشتغل بيها سن رفيع، تمام، وتاني حاجة الهوت نفسه او ضغط الهواء اللي بيخرج من الصمام ده، ده بيخرج ضغط هواء سخونة يعني بدرجة على حسب ما انت بتظبط. مبدئيا هنا في من 1 إلى 7، يعني انا مثلا اظبط على درجة 1 2 3 4 5 6 7 الهيتر بتاعه، يعني البكرة دي خاصة بالهوت نفسه. عندك هنا في بكرة تانية ودي خاصة بدرجة حرارة الكاوية نفسها من 200 ل 450، اوكي. الزرار ده خاص بكوية اللحام، لمبة المكوى نفسها، تمام، والزرار التاني بيشغل اللمبتين دول اللي واحدة منهم زي ما قلنا درجة السخونة، والتانية دفع الهواء او ضغط الهواء، يعني مثلا عايز ضغط الهواء يخرج بانهي درجة من دول، تمام، علشان ضغط الهواء يخرج من هنا على حسب الدرجة اللي حضرتك بتظبطها لجهاز الهوت اير. بنستخدمه في ايه؟ سيبك من موضوع مكوة اللحام، تقدر تشتري مكوة لحام، لو جبت مكوة ب 100 جنيه هتكفي الغرض وهتكون كويسة وممتازة معاك، ولكن احنا بنستخدمه بشكل كبير جدا علشان درجة السخونة. طب ليه برضو؟ علشان لما يكون في اي سي او عنصر سطحي عاوز ترفعه بكل سهولة متعدد الاطراف من غير ما تضر الاي سي ولا تضر الاطراف الاي سي نفسها على البوردة، هيكون الموضوع سهل معاك جدا جدا. وانا طبعا بتكلم وبشرح بالتفصيل علشان لما يكون اللي بيتفرج عليا او بيشاهدني متابع مبتدئ في المجال وعاوز كل معلومة صغيرة او كبيرة، تمام. اللي بعد كده ايه؟ دي قشرة سلك، بتقطع وتقشر السلك زي ما حضرتك عايز. طبعا احنا كنا شفناها وهي مش مستاهلة ان احنا نضيع فيها وقت. اللي بعده ايه؟ هنا دي مهمة جدا ودي اسمها ملزمة، ودورها ان هي بتمسك البوردة كويس جدا علشان البوردة ما تفلتش منك او تهرب منك كده وكده وانت شغال بيها، وخصوصا لما تكون بترفع عنصر سطحي او اي حاجة حساسة في البوردة. ترفع دي كده، هي البوردة طلعت معانا اهو، تمام، بتظبطها كويس وبعدين بتركبها بالشكل ده وتروح مقرب دي عليها، لو البوردة صغيرة تروح رابط الصامولة دي عليها. طبعا الملزمات دي بيكون في منها اشكال كتير جدا، المهم ان انت تجيب ملزمة علشان تربط البوردة فيها علشان تبدأ تشتغل وتدي لك نفس الكفاءة. هتلاقي سعرها 50 جنيه، احنا بنتكلم على الوقت الحالي سعرها 50 جنيه، وفي حاجات اعلى وفي حاجات احجام اكبر، المهم تكون عارف المضمون منه. اللي بعد كده ايه؟ نروح على حاجة تانية وهي مهمة جدا جدا جدا، الميكروسكوب. كلنا اكيد عارفين الميكروسكوب، واكيد في ناس شافت الحلقة اللي انا كنت مخصصها للميكروسكوب. دور الميكروسكوب انه يظهر معاك العناصر الالكترونية، لو العنصر صغير جدا يظهره معاك بشكل واضح على
الشاشة الخاصة بيه، وزي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. بص حضرتك كده، هنا في راحة نفسية وانت بتتفرج على شاشة الميكروسكوب وشايف العناصر قدامك بأحجام كبيرة اللي هي أصلا متعرفش تشوفها لو على الطبيعة نفسها. شايف البورد اهي معايا، تمام؟ صعب جدا انك تشوف العناصر الالكترونيه الخاصه بيها، حتى لو انت ماسكها كده على ارض الواقع وماسكها قدامك كده وشايفها هتشوف العناصر، ولكن مش هتعرف تحدد المسارات والاطراف ولا كمان تعرف تشتغل عليها الا بوجود الميكروسكوب معاك. اتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك ويكون عندك ميكروسكوب احسن من كده كمان تشتغل بيه. مميزات الميكروسكوب ده انك تقدر توصله على جهاز كمبيوتر بشاشه كبيره وتظهر معاك الصورة بشكل أكبر. كل ما تكبر في الشاشة نفسها حجم الشاشة كل ما يكون الموضوع واضح معاك بشكل كبير جدا، وده بيديلك طاقة إيجابية إنك تشتغل وتكون متحمس جدا جدا وإنت ماسك البوردة قدامك وبتشوف واحدة واحدة وبتعرف تحدد مسار العطل. حتى لو جالك جهاز من تحت إيد فني مبتدئ ولا أيا كان واشتغل في بوردة وشال اي سي اطرافه اتشالت منه وهو ما عرفش يوصل للاطراف دي، بمجرد ما تحط البوردة اسفل الميكروسكوب هتظهر معاك كل الاطراف واضحة جدا جدا، ولو في خط مقطوع حضرتك هتعرف تحدده بكل بساطة، تمام؟ هنصحك الخطوة اللي جاية ان يكون عندك ميكروسكوب زي ده علشان يسهل عليك امور كتير جدا. طبعا انا كنت اتكلمت عنه في حلقة لوحده، هسيبها لك في الوصف تعرف كل تفاصيله من ساعة ما فتحناه من الكرتونة مع بعض وجمعناه كله وشغلناه واحدة واحدة. سعره 2000 جنيه مصري، انا اتكلمت عن سعره قبل كده وهسيب لك الحلقة بتاعته في الوصف علشان تشوف الفيديو. قبل ما نروح الناحية التانية خلينا هنا، ده القصدير السائل واكيد كلكم سمعتوا عنه، ده القصدير ايه؟ السائل. وده هعمل له حلقة لوحده علشان اوضح لك ايه ظروف القصدير السائل. طبعا القصدير السائل ده هتلاقي منه اسعار كتير واحجام، ما ينفعش ان انا اقول لك سعره وخلاص لان هتلاقي فيه احجام كميات اسعار، ولكن تبدا معاك من 70 جنيه على حسب ما اعرف يعني وانت طالع، تمام؟ وظيفه القصدير السائل انك بتحط منه على العنصر السطحي، تمام؟ وبعد كده بتثبت العنصر كويس وتثبته بحاجه وتمسك الهود وتبدا تقرب حرارة الهود بسيطة جدا على القصدير، هتلاقي القصدير لحم على طول بشكل سريع جدا في العنصر من غير اي مبالغة، هيظبط معاك الكلام من الاخر، تمام؟ ده وظيفة القصدير السائل، هيفيدك في الموضوع ده بشكل كبير. طبعا هنا الفلكس، وطبعا غنى عن التعريف اكيد كلنا عارفينه، تمام؟ بصراحة هو ممتاز جدا جدا، هو من قديم الازل موجود من زمان والمفروض كلنا نكون عارفينه، ولكن من باب احتياطي لازم اقول لك ان الفلكس ده هيفيدك في حاجات كتيرة، منهم نضيف سن الكاوية، يعني تعود نفسك وانت شغال بعد ما تخلص قبل ما تحط مكوة اللحام في مكانها تبدأ تحط سن الكاوية هنا وبعد كده تخرجه تاني، يعني تبدأ تحط سن الكاوية في الفلكس هنا وبعد كده تخرجه تاني بحيث انه ينضف معاك وينزل الصدأ والبواقي القصدير والرواسب والحاجات كلها ينزلها لك هنا في الفلكس، ويبقى سلاح الكاوية نظيف زي ما هو مفيهوش اي مشاكل. حاجة تانية، لو هترفع عنصر الكتروني من هنا بتاخد القليل من الفلكس على اطراف الاي سي وبعد كده تبدأ تشتغل وتسخن، هتلاقي بيسهل معاك عملية ذوبان القصدير بحيث ان القصدير يخرج معاك بشكل سريع. ده نوع تاني من الفلكس كويس جدا برضو، بحب لما اكون هلحم طرف سلك في مكان بحط حاجة بسيطة منه على طرف السلك وبروح ممشي عليه القصدير، اي نوع سلك حتى لو كان ايه مصدي ايا كان بيخليه يقبل بسرعة القصدير مع الطرف السلك نفسه، خصوصا لما يكون عندك في بوردة عنيدة شوية واطرافها مش عايز تشتغل معاك، يعني اطرافها مش عايز تفك معاك من القصدير، برضو بتحط القليل من الفلكس ده بيظبط معاك الكلام. هو سعره غالي شويه، هتلاقي في حدود 70 جنيه او 60 جنيه، تمام؟ وانا كنت تقريبا عملت عنه حلقه، هنصحك تجيبه وتخليه موجود عندك، هيفيدك برضه. واللي بعده ايه؟ اهو ده عازل الالومنيوم. طب ايه فائده عازل الالومنيوم ده ووظيفته ايه؟ بكل بساطه بص كده، بتفك مثلا القطعه دي كده عندي بحيث انك تاخد العازل نفسه بيتلزق، بتاخده تلزقه على العناصر الالكترونيه في البورده. طيب ليه برضه؟ هقول لك ليه. معانا البورده دي، انا دلوقتي عايز ارفع الاي سي ده، عايز ارفعه من على البورده، تمام؟ طب ارفع الاي سي ازاي وجنب منه مقاومات ومكثفات وعناصر الكترونيه كتير صغيره؟ ما انا لو اشتغلت في الاي سي على الوضع ده
معنى كده ان انا هضر وهدمر الجزء ده كله وهبوظ الدنيا. طيب اعمل ايه؟ دور العازل ده انك اول حاجة بتروح قاطع منه حتة قطعة يعني مثلا، وتروح لزقها على العناصر الالكترونية وتضغط بيها جامد في كل الاتجاهات، بحيث انك ما تخليش غير الاي سي اللي انت هترفعه وتشتغل عليه. طيب هو دوره ووظيفته ان هو مثلا بيحمي العنصر الالكتروني من درجة الحرارة اللي بتخرج من الهود؟ هقول لك لا، لان تركيزك كله هيكون على الاي سي، ولكن هو بيثبت العنصر الالكتروني علشان لو البوردة نفسها تعرضت لدرجة سخونة عالية شوية ولا حاجة، العنصر الالكتروني من دول باللحام بتاعه او الازدير بتاعه بيذوب، وطبعا هيكون سهل ان هو يتحرك من مكانه، فممكن درجة الضغط بتاع الهواء تطير شوية مقاومات او شوية عناصر من اللي موجودين حول الاي سي، فبكده هتلاقي نفسك وقعت في مشكلة لا قدر الله. ولكن ان العازل هيكون محطوط عليهم معنى كده ان هيكون مثبتهم بشكل كبير ومش هيخليهم يتحركوا. واحد ممكن يقول لي طب ما انا ممكن اجيب سويتيب اللي هو البلاستر اللزق يعني واعملهم. ما هو يا صديقي لو عملت كده درجة سخونة الهود السخونة نفسها هتسيح الشفاف او البلاستر اللي حضرتك هتحطه او السوليتيب يعني. معنى كده ان الالومنيوم ده بيكون بيستحمل درجة الحرارة وما بيسيحش وما بيذوبش يعني، تمام، هيفضل موجود لحد ما حضرتك ترفعه من على البوردة. فدي وظيفة الالومنيوم ده، ممكن تكون فاكرها حاجة عادية ولكن هي في الاساس حاجة مهمة جدا جدا في غاية الاهمية كمان. هتلاقي البكرة دي، انا جايب البكرة دي بخمسة جنيه يعني مش غالية خالص، بخمسة جنيه بس، تمام. ما علينا، عندنا هنا مكوة اللحام دي موديل 908. ليه انا هقول لك على الكاوية دي بالذات؟ لان انا اتكلمت عنها في فيديو لوحدها واللي كده كده هسيبه لك في الوصف، تمام، علشان تشوف تجربتي مع كاوية اللحام دي. دي اول حاجة. تاني حاجة اللي عجبني فيها ان هي ليها ضبط، يعني تظبطها من هنا على درجة حرارة معينة زي الهوت كده بالظبط، تمام، زي مكوة الهوت. هي كفاءة بتاعتها ممتازة ممتازة ممتازة، انصحك تجيبها وتشتغل بيها هتفيدك بشكل كبير. برضه هسيب لك الفيديو بتاعها في الوصف تشوفها، ولو عجبتك تقول لي برضه او لا. المهم القشره دي لو عاوز تعرف سعرها هتلاقي سعرها في حدود من 80 ل 100 جنيه برضه في الوقت الحالي اللي احنا فيه. الحاجات اللي هنا دي كلها ما تستاهلش ان انا افضل اشرح لك واقول لك ان ده قطر، ان ده مثلا مفك، ان ده مفتاح، ان دي قصافة، ان ده جفت، لان مش محتاجة. كده كده انت عارف الكلام ده كله وهتجيبه وممكن يكون كمان موجود عندك، فمش محتاجين ان احنا نضيع وقت فيه. نروح على الجزئية التانية، وجينا طبعا لاهم حاجة وهي الاجهزة اللي هتساعدك في اكتشاف الاعطال وفحص الدوائر والكلام ده كله. ولو حابين نتكلم عن ده فحب اقولك ان ده اسمه سوبر ليد تيستر، وده طبعا اللي هيساعدك في اكتشاف الليدات نفسها اللي بتبقى موجودة في الاجهزة، زي الليدات اللي بتكون موجودة في الشاشة. وكمان خد المعلومات الكتيرة دي، يعني مثلا دي لمبة ليد بايظة، تمام، دلوقتي هي مش عايزة تشتغل معايا لما بشغلها على ال 220 فولت. اول حاجة التستر بيكون ليه مجسين زي بتوع الافوميتر ومعاه زرار باور بتشغل بالشكل ده، بيظهر معاك الشاشة اللي بيبقى مكتوب عليها 300، تمام. هو فيه دايرة حماية، يعني لو لمست الاثنين دول ببعض مش هيتحرق ولا هيعمل معاك اي مشكلة، تمام. نيجي هنا لمثلا الدايرة دي او اللمبة دي. اللمبة دي انا عايز اكتشف العطل اللي فيها، هي لما بوصلها ما بتنورش معايا. في بعض اللمض اول ما بتروح مشغل موجب مع موجب وسالب مع سالب، بتوصل التستر موجب مع موجب وسالب مع سالب، شايف معايا ايه اللي حصل؟ لو ركزت معايا هتلاقي اللمبة نورت، ولكن في بعض الليدات ما نورتش. زهرة يا رب تكون واضحة، يا رب تكون واضحة، تمام، في بعض الليدات ما نورتش. لما نيجي نفحص الليدات اللي ما نورتش دي لوحدها، هنيجي هنا مثلا هنلاقي ان الليد ده ما نورش لوحده، فيعمل بص ايه مفيش. لو شفنا الليد غيره هينور عادي اهو، تمام. وبالمناسبة لو ركزت على الشاشة نفسها بيظهر معاك القيمة بتاعة الليد ده واللي هي بتكون 5 فولت اهي، لو بصيت على الشاشة هتلاقي مكتوب 5.6، تمام. طب الليد اللي منورش فين؟ اهو ده وده، وفي واحد هنا فوق منورش اهو ده، تمام. قدرت تعرف فين الليد التالف؟ نفس الكلام ده هنطبقه على ليدات الشاشات. علشان تعرف معلومات اكتر عنه
هسيب لك الفيديو بتاعه برضو في الوصف، هيفيدك وهيفرق معاك كتير جدا. هتلاقي سعره في المتناول، يعني سعره 200 جنيه مصري، تمام؟ مش غالي يعني. ده زي ما قلت لحضرتك لو هتستخدم تشتغل مثلا في لمبات زي دي. سيبك بقى من ان انت تعمل انفرتر يده والحوارات اللي ملهاش لازمه دي كلها، خليك في النظيف علشان تستريح وتريح دماغك. هتعرف تفحص الليد، وطبعا في حمايه، تعرف تشوف قيمة الليد نفسه، الليد ده بيسحب كام فولت، والقصة اللي احنا عارفينها، ويعتبر اهم حاجة كمان. نركن ده على جنب ونروح للي بعده. بالمناسبة حضرتك شايف ان ده وعارف هو ايه، ده باور سبلاي. الشاشة دي بتظهر معاك الفولت نفسه، والمؤشر ده خاص بالامبير، تمام؟ هنا الامبير، هنا الفولت، طبعا بحد اقصى 15 فولت. الجهاز ده بيخرج 15 فولت. ده زرار الباور، ده اللي بيتحكم في عدد الفولت نفسه، عايز تظبطه على كام فولت علشان المجسات دي تبقى بتخرج معاك الفولت اللي انت ظبطه. هنا تقدر تجرب بيه دوائر، تقدر تجرب بيه حاجات، تختبر بيه دوائر تانية. الامبير بتاعه عالي، هو حاجة ممتازة وكويس جدا، وهيفيدك بشكل كبير. هتلاقيه في حدود ال 500 جنيه حاليا، هتلاقي في حدود من 400 ل 500 جنيه. في حاجات احدث من كده خلي بالك تاني، ولكن انا بتكلم على اللي متوفر وموجود عندي. اللي بعد كده ايه؟ اجهزه الفحص. اجهزه الفحص دي يا صديقي موضوعها مهم جدا. يعني ادي جهاز وادي جهاز وادي جهاز، وكمان هنا في جهاز. كل الاجهزه دي انا عملت عنها فيديوهات تفصيليه، ازاي يعني تمسك الجهاز من دول تفنطه حته حته وتفحصه كويس وتقدر تشتغل بيه على طول. وكمان كنت بتكلم عن مميزاتهم وعيوبهم واسعارهم وكيفية الحصول عليهم وازاي تشتغل بيه. الجهاز ده العادي الشهير كلنا عارفينه، تي دي اي، طبعا كلنا عارفينه، تمام؟ اللي بيشتغل بزرار باور من هنا، اللي بيكون ليه مؤشر، اللي فيه موضوع اللي هو قياس ال NBN والBNB اللي هو موضوع الترانزستور يعني، تمام؟ في قياس الامبير لحد 20 امبير، حاجات كتيره يعني، تمام؟ معانا هنا السنشاين، كنت برضو اتكلمت عنه في حلقه لوحده زي ما بقول لحضرتك. برضو في مميزات كتيره جدا، واهمها انه بيستحمل الصفاره بتاعته قويه، في لمبه علشان ينور معاك الشاشه تكون واضحه معاك زي ما طبعا حضرتك شايف كده. في قياس درجه حراره، وطبعا هو بيعجبني جدا في قياس الضيق والمقاومه، كويس يعني لحد ما، تمام؟ طبعا هنا بنسة الامبير، ملهاش عندي اي استخدامات وملهاش اي لازمه معايا، كنت عملت عنها فيديو برضو، بس هي ليها فايده او ليها لازمه مع ناس تانية. طبعا انا كنت عملت عنها فيديو برضو هسيبه لك في الوصف زي الفيديوهات التانية. ونيجي عند الوحش ده، وطبعا انا كنت عملت عنه برضو فيديو لوحده. طبعا الجهاز ده كويس جدا، انا جربته لحد دلوقتي بقول لك كويس، ما فيهوش اي عيوب، ما فيهوش اي مشاكل. بصراحه انا قدامي اهو تلات اجهزه، تمام؟ لكن لما بكون هبدا اشتغل ما بسحبش غير ده واشتغل بيه على طول، علشان خفيف وكويس وبرضو امكانياته حلوه وجبار جدا جدا، حتى في قياس المكثف هو كويس جدا في قياس المكثف، وكمان حساس جدا جدا قياس الدي سي، تيار مستمر وتيار متردد وكل القياسات، تمام؟ لا وكمان ملي فولت على طول، يعني بيبقى ظابط نفسه اوتوماتيك ملي فولت، وتبدا طبعا تقيس بيه، يقيس معاك درجه درجه لوحده. طبعا الميزه اللي موجوده فيه هو والسنشاين مش موجودين في الاجهزه العاديه اللي زي كده. هتلاقي ده فيه حاجات كتير جدا مضطر انك عشان تقيس على فولت معين ولا حاجه لازم تظبط المؤشر عليها، ولكن لو السنشاين ده لو ظبطته على مثلا تيار مستمر هو بيبدا يقيس معاك بشكل اوتوماتيك. اول ما بتقيس مش مضطر ان انت تظبطه على 20 ولا 200 ولا 1000 ولا الكلام ده كله، هو بيجيب العلامه العشريه على طول. كل ما حضرتك تزود فولت اعلى بينقل العلامه العشريه من هنا لهنا لهنا على حسب كميه الفولت اللي حضرتك هتشتغل عليها. هو وده نفس الخاصيه او نفس الميزه، ده اللي عاجبني فيهم. اسعارهم ايه؟ هنا الجهاز ده هتلاقيه في حدود ال 100 جنيه، 100 جنيه مصري ما يزيدش عن كده، تمام؟ السنشاين هتلاقيه النهارده بيلعب في ال 500 جنيه، تمام؟ بنسة الامبير برضه هتلاقيها نفس سعر الجهاز ده، هتلاقيها في حدود ال 100 جنيه. الجهاز ده الزد تي اكس 4 تسعات هتلاقيه في حدود 700 جنيه، تمام؟ من 650 ل 700 جنيه. الجهاز ده والسنشاين والجهاز اللي هو العادي الاصفر اللي هو ده، الثلاث اجهزه دول فيهم خاصيه اللي هي اوتو باور اوف. يعني ايه اوتو باور اوف؟ يعني
لو حضرتك سايبه شغال زي ما هو شغال كده، بعد وقت معين، بعد وقت معين الاجهزه بتفصل لوحدها. يعني انا لو قمت نمت دلوقتي وسبتهم شغالين هما الثلاثه، بعد وقت معين هاجي هلاقيهم هما الثلاثه فاصلين اوتوماتيك علشان البطاريه ما تخلصش، لان انا ممكن انسى. ولكن في بعض الاجهزه وهو موجود قدامنا، يعني مثلا زي بنسة الامبير دي، لو سبتها شغاله كده هتفضل شغاله لحد ما تيجي تلاقي برضو الجهاز فاصل، بس هو مش فاصل نفسه، هو البطاريه خلصت حضرتك، عشان هو ما فيهوش خاصيه الاوتو باور اوف، يعني ان هو ما بيقفلش نفسه، هيفضل شغال لحد ما يخلص البطاريه. طيب الحاجات دي كلها نجيبها منين؟ هقول لحضرتك، تقدر تجيبها من على موقع امازون، تقدر تجيبها من على اي موقع بيبيع الحاجات دي. لكن لو حضرتك عايز تشوف الحاجات دي بشكل ملموس، يعني تمسك الجهاز كده بايدك وتشوفه، تمام، فهتضطر تنزل المحلات اللي بتبيع قطع الغيار، زي المحلات اللي بتكون موجوده في العتبه وفي باب اللوم. انا مش هقول لك محل معين ولا حاجه، انا بقول لك المحلات، هتلاقي في ناس كتير جدا بتبيع الحاجات دي، وغالبا هتلاقي الاسعار كلها زي بعض. على ما اعتقد كده اكون وصلت لنهايه حلقه النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت منه. يا ريت تقول لنا في الكومنتات ايه الحاجه اللي حضرتك جربتها في كل دول وطلعت مش كويسه معاك، او ايه الحاجه اللي انت جربتها برضو في كل دول وطلعت كويسه معاك. شاركنا رايك في التعليقات، واتمنى كمان انك تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه لو اول مره تشوفنا، وتاكد تفعيل زر الجرس عشان تستنى الفيديوهات الجديده، وما تنساش تنزل تبص في الوصف على الفيديوهات اللي انا هسيبها لك في الوصف عشان تنزل تتفرج عليها الخاصه بالاجهزه اللي احنا ذكرناها. واسف جدا لو كنت طولت عليكم، واشوفكم في حلقه جديده، وشكرا احلى متابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.